فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأمانة. منزلة الأمانة هي أم المنازل وأجمعها، وكل تكاليف الدين من عهد آدم إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل تكاليف الصلاح والفلاح، كل ذلك جمعا للشرائع أجمعها وللعقائد كلها، مما نزل به الحق ونزله الحق من الدين الحق، كل ذلك يدخل تحت مسمى الأمانة. والأمانة منزلة من حيث إحساس المسلم بها. كل الناس قد كلف بأمانته، أمانة الدين، لكن الناس يختلفون، يختلفون من حيث اعتقادهم، فهناك من يعتقد بها ومن لا يعتقد بها، ومسألة الاعتقاد هي فيصل ما بين المسلم والكافر. وكلامنا في هذه المسألة اليوم إنما هو مع المسلمين، والمسلمون من حيث الأمانة نوعان أو فرقتان كبيرتان. فرقة تشعر بها وتحس بها، إضافة إلى الاعتقاد تشعر بها وتحس بها وتحمل همها، فأولئك الأمناء. وفرقة وإن كانت تؤمن بها إلا أنها غافلة عنها، لا تحمل لها هما ولا تضرب لها حسابا. وانتقال العبد من الغفلة عن هذه الحقيقة إلى الإحساس بها وحملها معناه أنه دخل منزلة الأمانة. وهذا الذي نحاول اليوم تقريبه، عسى أن نكون من الأمناء، من الذين وصفوا بهذا الوصف العظيم الذي عرضه الله عز وجل قبل خلق ذرية آدم، عرضه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبينا أكثر من مرة أن ظلمه وجهله إنما هو ظلم لنفسه، لأنه حمل ما لا طاقة له به، وجهلون جهلون بحقيقة الأمانة، لأنه لم يكن يدري على وجه التحديد ما الأمانة. فإذا اتصف مرء بالأمانة فلا يحتاج آنئذ إلا إلى القوة التي تعينه على حملها. ولذلك كان كمال الإنسان في اتصافه بهذين الوصفين: القوة والأمانة. لأن الأمانة بغير قوة وبغير قدرة هي صلاح لازم غير مؤثر، غير متعد على اصطلاح النحويين. والأمانة مع القدرة هي صلاح مصلح وخير ممتد متعد إلى الناس. ولذلك قال عز وجل حكاية في كتابه الكريم: إن خير من استاجرت القوي الأمين. القوي الأمين. ولذلك قلت قول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه لأنها أضعف من أن تحمل هذه الأمانة، والأمانة تحتاج إلى قوة. وجهولا لأنه لم يكن يدري على وجه التحديد كما ذكرت تبعات الأمانة، وإنما أبت السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة، أبت ذلك إباء إشفاق وأشفقنا منها، لا إباء عصيان، لأن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها فهن أبين، وإبليس أيضا أبى، إنما إباء إبليس إباء معصية وتمرد وعدم خضوع للربوبية ومقتضى الألوهية، بينما إباء السماوات والأرض والجبال هو إباء إشفاق واعتذار لله الواحد القهار. فهؤلاء المخلوقات علمنا خطورة الأمانة وعظمتها فأشفقنا منها، ومن حيث أشفقنا أبين أن يحملناها اعتذارا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقبل الرب عز وجل عذرهم، لأن الله العليم الخبير سبحانه الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرض الأمانة عرض تكليف، لكنه محمول على الاختيار التشريعي لا القدري التكويني، وسأبسط هذا المعنى. الاختيار أو التكليف بالأحرى، التكليف والأمر، الأمر الرباني فيه نوعان:
وقد ذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي وغيرهما من العلماء. أمر قدري كوني، وهو الذي لا يستشار فيه الإنسان ولا يخير فيه، وهو متعلق بتقدير الكون وتدبيره الراجع إلى اسم الله الأعظم الحي القيوم الذي هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، قيومهما من حيث الخلق والتدبير والتقدير، والإنسان عنصر من عناصر هذا الكون خاضع لإرادة الله التكوينية. وهذا الذي يستفاد من آيات التكوين والأمر كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذلك الأمر التكويني الخلقي القدري. أما الأمر الآخر فهو أمر تخييري، لكن ليس بالمعنى الذي عند علماء الفقه والأصول أي الإباحة، لا، تخييري تكليفي، كلف الله عز وجل الإنسان بالشريعة وهذه هي الأمانة وحملها الإنسان. فهذا عرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فحمله إياها فيه معنى الاختيار، لكن ليس الاختيار بمعنى استواء الطرفين، إن فعل أو ترك فهو سواء، كلا، ولكن الله عز وجل من حيث كلف الإنسان كلفه أن يعبده باختياره، أي بقراره هو الإنسان وبإرادته، لأن الله عز وجل يحكم الإنسان بإرادتين: إرادة قدرية احنا قلناها من حيث هو عنصر، يعني الإنسان من عناصر الكون المخلوقة الداخلة تحت أمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الخاضعة لاسم الله الحي القيوم، دمك الذي يجري في جسدك لا يجري بإرادتك ولا باختيارك، قلبك الذي ينبض في صدرك لا ينبض بأمرك ولا يسكت بنهيك ولا يخضع لسلطتك. فإذن هذه الأمور وأمثالها: ولادتك كيف كانت ومتى، ومن أبوين كيف هما، ومتى تكون وفاتك، إلى غير ذلك من الأمور. أنت محكوم، أنا وأنت، كل الناس محكومون بهذه الإرادة القهرية القدرية، وهذه عبادة، هذا نوع من أنواع العبادة أيضا، إنما هي عبادة الإكراه والتقدير الكوني، إيتيا طوعا أو كرها، فالأمر وارد بهما معا. قالتا أتينا طائعين، فقد استجابتا، أي السماوات والأرض استجابتا لأمر الله القدري الإلزامي القهري، ثم بعد ذلك استجابتا لأمر الله التكليفي التشريعي المبني على إرادة الإنسان. ومعنى هذا أن الكافر يعبد الله قهرا ولا يعبده اختيارا، يعبد الله قهرا من حيث خضوعه رغم أنفه لإرادة الله التكوينية، هو أيضا الكافر قلبه يدق رغم إرادته، ودمه يجري بغير أمره ولا نهيه، وعمره بدايته نهايته، الأقدار المحيطة به، كل ذلك عبادة. ما معنى العبادة؟ يعني أنه خاضع لسنة الله الخلقية التكوينية القدرية. أي يستطيع الكافر أن يخرج عن طبعه البشري ويعيش بغير طعام ولا شراب؟ أي يستطيع أن يتحكم في شيء من بدنه الخارج عن طاقته؟ أي يستطيع أن لا يتبول قط ولا أبدا؟ أي يستطيع أن لا ينتشر له ظل في الأرض إذا مر بالشمس؟ أي يستطيع أن يتحكم في نفسه وفي بدنه من حيث هو خلقة وجبلة؟ لا يستطيع. فهو عبد لله قهرا إكراها، ويستوي في ذلك كل مخلوق: الإنسان والنبات والحيوان، الماء، الهواء، السماء، الأرض، وكل الخلائق، كل شيء محكوم بإرادة الله القهرية القدرية. لكن الله عز وجل ليجازي الصالحين على صلاحهم ويعاقب الفاسقين والكافرين على تمردهم، جعل لنا تكليفا آخر مبنيا على الاختيار، ماشي معنى الاختيار زعما إلى رشق لك، لا، وهذا هو المشكل الذي يدرس بشكل منحرف عند بعض علماء الكلام، ويطرح اليوم عند الناس، يطرح أسئلة: الإنسان مخير ولا مسير؟ السؤال نفسه غلط، لأن المفهوم باش كيتطرح غلط، وإنما معنى الاختيار ماشي المعنى العام اللغوي، لأن المعنى العام اللغوي اللي كندير الاختيار زعما شي حاجة بخاطرك، هذا غير موجود في الشريعة، ما عندناش شي حاجة بخاطرك، وإنما الله عز وجل مكنك من قدرة الفعل وقدرة عدم الفعل، هذا معنى الاختيار.
يعني إذا أردت أن تطيع بإمكانك وبوسعك أن تطيع، الله أعطاك سبحانه وتعالى القدرة على الفعل، وأيضا أعطاك القدرة على الترك. إذا أردت أن تكفر بإمكانك أن تكفر، إذا أردت أن تفسق وتفجر بإمكانك أن تفعل ذلك، لأن الله أعطاك إمكانية الفعل وإمكانية الترك، وسوى بين قدرتيك الفعلية والتركية في الخير والشري سواء، ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قابليتها للخير وقابليتها للشر، ألهمها هذا وذاك، والقدرة على الفعل والقدرة على الترك. ثم أمرك أمر إلزام مش اختيار أن تعبده بهذه الإرادة التي أنت تملك بإذن الله طبعا تملك التصرف فيها. هذه قصة التكليف، وهذا معنى الأمانة التي حملها الإنسان. أما الأمانة القدرية التكوينية فهذه قد حملتها السماوات والأرض أيضا والجبال، الأرض تدور بل تدار بأمر الله عز وجل قدرا، ولا تستطيع أن تعكس دورتها، ما تستطيع، ولا تفعل ذلك إلا حينما يأذن الرب العظيم بنهاية الكون، أي أن تطلع الشمس أو تشرق الشمس من مغربها، فمعناه أن الأرض عكست دورتها. ولا يجوز لأي جرم في السماء ولا في أي طبقة من طبقات الفضاء أن يسير بغير أمر ربه القدري الكوني، ولكن مع ذلك لهذه المخلوقات إرادة أخرى، إرادة الطاعة الاختيارية بالمعنى الذي ذكرنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، النفي الداخل على النكرة يفيد الاستغراق والعموم، يعني ليس هناك من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله بما في ذلك بدن الكافر. قلت قبل قليل المخلوقات خاضعة لربها، إما بالإرادة الكونية القدرية وهي عامة، وإما بالإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة التكليفية الاختيارية. فمن كفر فدمه غير كافر، ولحمه غير كافر، وعظمه غير كافر، لأنه يخضع لناموس الله من النمو والمرض والشفاء والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ، ذلك كله عبادة. وصدق أحد شعراء الإسلام حينما قال: أيها الملحد الجاحد انظر هذا ظلك ساجد. صحيح، ظل الكافر يسجد لله لأنه يمضي مع ناموس الله كما أراد الله لا كما أراد الكافر. ومن هنا ما معنى إذن الأمانة التكليفية التشريعية التي تقوم باختيارنا وبإمكاننا؟ معناه أننا نصدق ربنا في إرادته الكونية القدرية، وهذا هو اللي بسطه العلماء بموافقة توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أنك تعتقد أن الله خالق الكون ومدبر أمره ومالكه الواحد الأوحد لا شريك له في ذلك، وتوحيد الألوهية تصدق هذه الحقيقة، تصدقها بالفعل وبالوجدان. والكافر كاذب ومتناقض لأنه خاضع رغم أنفه لتوحيد الربوبية، خاضع رغم أنفه حتى وإن لم يعتقد ذلك عقلا أو وجدانا، فكونه موجودا ومخلوقا هو خاضع للرب الواحد الأوحد، ويطلب منه أن يعترف فقط بهذه الحقيقة. اعترافه بهذه الحقيقة معناه أنه قد وحد الله عز وجل وآمن به. والمسلم حينما اعترف بذلك بدين الله عز وجل الحق من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، حينما اعترف بذلك وجب عليه أن يصدق فعله قوله. وتصديق الفعل القول، تصديق الفعل القول هو المعبر عنه بأركان الإسلام الخمسة. حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إعلانا، لأن الشهادة ماشي معناتها في القلب، هذاك الإيمان، ولكن الإيمان في القلب مش يعود بالمعنى أنه لا ينتج عملا، هذا كلام آخر، إنما نريد أن نميز بين قوله في حديث جبريل وفي غيره. في الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأركان البقية، وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله. فما الفرق بين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين أن تؤمن بالله؟ الأول إعلان وإشهار، والثاني اعتقاد باطن يقع بالوجدان، لأن الإسلام هو مسؤولية ظاهرة وشعائر متحركة، متحركة بمعنى أنها تشاهد وتلمس في المجتمع،
يعني كتدخل لبلاد المسلمين إذا كانوا مسلمين حقيقة سهل تعرف بأنهم مسلمين من خلال إعلانهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبر أذانهم وعبر مظاهرهم وكل أشكال حياتهم تعلن ذلك إعلان أن يظهر ذلك على الإنسان ومن خلال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذه أعمال ظاهرة ليست بالأعمال الخفية بينما الإيمان أمور باطنة وواجب تصديق هذا ذاك أي أن يجمع المؤمن بين إسلام الظاهري وإيمان الباطني وإلا كان كالعرب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذه فعلا مصيبة المصائب وداء الأدواء كما هو في زماننا هذا والعياذ بالله فالمسلمون اليوم إذن مطالبون أنا وأنت بتجديد العهد مع الله عز وجل العهد الذي عرضه الله علينا يوم أن خلقنا في عالم الذر أنفسها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قال العلماء أخذ الله عز وجل ذريات بني آدم أي أخذه الأنفس وهي في عالم الذر وهذا مأخوذ من حديث عجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الإسناد مليح وذلك قول النبي محمد بن عبد الله إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة اسم الفاعل هاهنا في سياق الجملة الإسمية دال على الاستقبال فسقطت كل نسمة هو خالقها أي سيخلقها إلى يوم القيامة والحديث طويل فيه أن آدم جعل ينظر في بنيه أي صورهم النفسية طبعا ليست الجسدية وإنما ذلك ما سيقع بعد الهبوط وهذه قصة حدثت قبل الهبوط وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ثم أهبط آدم أي بعد هذا وقع له ما وقع من نسيان لكثير من الحقائق مما ذكرناه في هذا المجلس من قبل فلا حاجة لإعادتي ولكن أخذ العبرة الآن من الأمر ألست بربكم؟ فهو يخاطب هذه الأنفس التي لم تبعث بعد إلى محلها من الأجساد قالوا بلى شهدنا أي شهدنا بأنك أنت الله ربنا الذي خلقنا ولك وحدك حق العبودية لأن الربوبية في المعنى الحقيقي وفي الدلالة العميقة مقتضية للألوهية الرب يعني بعض العلماء يقولون إن توحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية هذا صحيح ولكن أيضا توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية توحيد الألوهية يعني أننا نصلي ونصوم ونزكي ولا نخاف إلا من الله ولا نقدم قرابين إلا لله ولا نشرك به شيئا يعني ما يخرج منا من أفعال وترك هي لله وحده هذا توحيد الألوهية بالتبسيط فمعناه أنه يقتضي أن الله رب واحد سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه الثابتة المقطوع بها بلا تأويل ولا تعطيل كما هو معلوم في عقيدة السلف وهذا هو الحق طيب لكن توحيد الربوبية في نفسه هذا المعنى يعني من قال به وجب أن يكون موحدا لله في ألوهيته عابدا له فإن لم يفعل فهو متناقض لأن من مقتضيات الربوبية أنه الخالق كاين شي حاجة كيسميها توحيد الأسماء والصفات العلماء كيدرسوا في توحيد الربوبية أي أنك تثبت لله أسماءه وصفاته وتجعلها له وحده ومفتاح أسماء الله الحسنى مفتاح ديال أسماء الله الحسنى هو اسمه الخالق لما؟ لأن به سبحانه وتعالى كان ربا على الخلق هناك الله رب الكون وهناك المخلوقون وهو كل الكون طيب صدر الكون عن الله من حيث هو خالق سبحانه والخالق مفارق للمخلوق إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك بمنطوق القرآن والسنة فمعناه أن للخالق حقا على مخلوقه ما هو هذا الحق؟ أنه خلقهم هذا ربوبية هو خلقهم فله عليهم حق أنه خلقهم وذلك طبعا أن يعبدوه ولهذا ما ورد أمر بالإيمان والتقوى وما في معناهما في القرآن إلا وتعلق ذلك بالله من حيث هو خالق
وهذا أمر عجيب ذكره غير واحد من المفسرين، كما في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن ليس فيه عبث، والتعبير القرآني كلما ورد بلفظ فهو يرد به لقصد شرعي حق. والجملة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم جملة تصف ربنا هذا، كأن سائلا سأل قال: من ربنا؟ قال: الذي خلقكم. ألم يكن ممكنا أن يكون مثلا يعني في الافتراض الذي رزقكم؟ بلى، وهو صحيح رزقنا، ولكن قال الذي خلقكم لأنه يأمرنا بالعبادة ويأمرنا بأن نتجه إليه. والأمر بالعبادة ما معنى العبادة؟ توحيد الألوهية. فكان توحيد الألوهية استجابة لربنا الذي خلقنا، فكونه خالقا اقتضى كونه معبودا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وحينما يكفر الإنسان يقول له: قتل الإنسان ما أكفره. أول حجة يريدها الله عز وجل من أي شيء خلقه. خلق شيء عجيب. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان في حيرته ما قبل النبوة، حيرة حيرة، والحيرة نوع من الضلال، ووجدك ضالا فهدى. أول شيء، أول نور من أنوار الهداية نزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بزاف ديال الناس يوقفوا على اقرأ، ولكن كملوا، راه معاني القرآن إنما تؤتى كاملة، خذ الجملة كاملة والآية كاملة تجد معناها الشامل، المراد قصدا تبليغه من لدن رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان ممكن يقول اقرأ باسم ربك وما يجيبش هذا الوصف الذي خلق، ولكنه جاء به لأن محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يبحث في المخلوقين. طبعا حينما كان ينظر من على جبل النور كما سمي بعد في التاريخ غار حراء وما حوله، كان ينظر إلى الخلائق: هذه جبال، هذه وهاد، هذه بطاح، هذه غنم، هذه إبل، هذه سموات، هذا ليل، هذا نهار، هذا برد، هذا حر. فكان يبحث عن الخيط الناظم لهذه المخلوقات المتفرقة المختلفة، فهداه الله إلى الحقيقة الأولى المطلقة الواحدة، وهي توحيد الله من حيث هو رب خالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول حقيقة أوتيها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الأمانة إذن استجابة للرب الخالق، استجابة وأداء لحقه، حق الخالقية. غير معقول، غير معقول أن الناس هكذا يعيشون كاللقى المهمل وهم يعلمون، نتحدث عن المسلمين، عقيدة أنهم مخلوقون لله. أنت الذي تعتقد أن الله خلقك ولا تؤدي لله حقه سبحانه من حيث خلقك، فأي إنكار للجميل هذا وأي نكران. إنما الإسلام أداء لحق الله، كل الإسلام. ولذلك ذكرت الأمانة هي قصة الدين وقصة الخلق، وهما قصتان يؤديان إلى حقيقة واحدة. قصة الخلق أي قصة خلق الله الأكوان بما في ذلك آدم عليه السلام وذريته إلى يوم القيامة. قصة الدين قصة الرسالات، من الحقائق الأولى التي أوتيها أبونا آدم عليه السلام إلى خاتمة الحقائق التي أوتيها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. حقيقتان مرتبطتان متكاملتان تصيران إلى حقيقة واحدة، الخضوع لله الواحد القهار. وظلم فعلا، ظلم أن يشرك الإنسان بالله. عجيب تعبير القرآن، فعلا عجيب. والله لو يتدبر القرآن لكان فيه الشفاء التام الأكمل لكل من في قلبه علة. إن الشرك لظلم عظيم، حقيقة ظلم. الله عز وجل خلقك وخلق لك، وهذا شيء عجيب، خلقك وكان يمكن أن يخلقك، لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ولا يخلق لك، لكنه خلقك وخلق لك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من نعم وأرزاق وطيبات وأنعام ونعم إلى غير ذلك مما وصف في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجد كل ذلك ميسرا مضمونا بإذن الله. ثم بعد ذلك
تشكر غيره. فطرة الإنسان ترفض، ترفض الفطرة الربانية في النفس الإنسانية، ترفض أن يقدم الشر والنكران والفساد لفاعل الخير. هذا في التعامل البشري، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. تصور واحد ولله المثل الأعلى فعل فيك خيرا، شي واحد دار فيك شي خير، أهدى لك، نصح لك، نفعك، منفع من منافع الدنيا، تشعر بنوعين من الحق له عليك، وتجد نفسك لا راحة لك حتى تسدي له مثل الذي أسدى لك أو أزيد. وهذه فطرة عجيبة في الناس، حتى أنه قد تجد مثلا في بعض الأحيان هدية وضعت بمنزلك، شي واحد جاب لك هدية للدار ما سقط الخبر، جيت سولت مالين الدار شكون جاب هذا الشيء، شي واحد جاب هدية وما عرفتوش، ومالين الدار ما عرفوش، كتبقى رافد الهم ممحن. الخير وصل منزلك ولكنه يثقل عليك ويجعلك في محنة، ما هي أن تعرف هذا الذي صنع فيك ما صنع، لما؟ باش تقول له شكرا. طبعا شكرا معنى يعني عام، فأنت إما أن تسدي له هدية مثلها وأحسن منها، وعلى الأقل أن تقول له جازاك الله خيرا باش ترتاح، ما حدك ما قلت هذا ما كتلقاش الراحة. إذا كان ذلك كذلك فرب العزة وله المثل الأعلى سبحانه الذي أسدى لك ما لا يسدى، ما أعطاك الحاجة اللي ما يمكنش واحد أخر يعطيها لك، خلقك وخلق لك، ولا تستطيع أن تتصور في نفسك عدم ذلك. وإن حاولت أصبت بالصداع، يعني لا بغيت تخيل رأسك ما كاينش كاع في خطرة معدوم، حاول حاول أن تتخيل نفسك لم تخلق أصلا، تجد فزعا، تخلع كتخاف. ولذلك الله عز وجل أمر الناس بأن يتفكروا في هذه الحقيقة التي قلما وندر ما يتفكر فيها الناس. الناس يتفكرون في أزمنة ثلاثة، ماضيهم من نهار تولد حتى لدابا شنو دار ودز عليه الآخر ويحكي ذكرياته، ويتفكرون في حاضرهم حالهم التي يعيشون فيها وبها، ويتفكرون في مستقبلهم مما قدر الله لهم، يتفكرون فيه. هذه طبيعة بلاد. الله نبهك سبحانه إلى أن تتفكر في مرحلة ما قبل ماضيك، وهو قبل مرحلة خلقك، بل قبل مرحلة خلق الإنسان مطلقا، وهو منطوق قوله عز وجل وليس مفهوم وحسب، منطوق قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تعبير عجيب، لم يكن شيئا وزاد مذكورا، ما كيناش زيادة في القرآن تدل على شيء. كان ممكن يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، ولكن قال مذكورا، أي عدم وجود الإنسان، سميه أعطيه شي سمية، لا تستطيع، لا لفظ له في اللغة، وهو العدم. هذا العدم ما عندوش شي لفظة التي تشخصه، هذه لفظة مطلقة، ولكن عدمك أنت بالذات، ما اسمه، كيف كنت، متى كنت، ما كنت، لم تكن. قال شيئا، وجاء بي على سبيل التنكير الدال على القلة، وما يمكنش تسمي. وتخيل العدم عند علماء المنطق مستحيل، يعني الإنسان إذا بغى يتخيل يستحضر صورة في الدماغ ديالو ديال العدم ما يقدرش، لأن العدم هو عدم الوجود، هو اللا وجود، لا تستطيع أن تستحضره. غادي شي بنادم يبغى يتخيل شي حاجة خاوية، الفراغ ليس بعدم، الفراغ راه نوع من أنواع الوجود. ولكن ما معنى المستحيل؟ مستحيل أن تجمع بين المتناقضين اللذين لا يلتقيان، تحيل العادة والإدراك العقلي اجتماعهما. أنا أعطي المثال باش يبان الكلام، تخيل واحد الموضع ضربة فيه الشمس في نفس الوقت فيه الظلام، لا تستطيع، تخيل غير بدماغك لا تستطيع، راسك يوجعك وما تجيكش هذه الصورة للذهن، لأنك كلما استحضرت أشعة الشمس ذاب الظلام من ذهنك، وكلما استحضرت الظلام الحالك الشديد السواد ذابت الشمس وأشعتها من ذهنك. الجمع بينهما مستحيل. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يدرك العدم لأنه خلق الأكوان جميعا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أذكر وجودك في اللا وجود، في مرحلة العدم لا تستطيع، لم يكن شيئا مذكورا، ذكر ذلك غير ممكن للعقل البشري، شيء عجيب جدا. وبمقتضى هذا حملنا الأمانة وحملها الإنسان وشاهد على نفسه بها، شيء طبيعي، لأنه أي الإنسان يدرك ربه عز وجل إدراك خالقية، يعني يدرك خالقيته من مخلوقيته، كيدرك
الخالقية دي الله من كونه هو مخلوق. ألست بربكم؟ أي بخالقكم ومولاكم الذي أنشأكم. قالوا بلى شهدنا. والشهادة التزام، هذا مشكل البشرية. شهادة التزام، شهدنا أن تقول يوم القيامة شهدنا في الحكاية، يعني الحكاية القرآنية أسلوب الحكاية. شهدنا كلام الناس ذرية آدم الإنسان أن تقولوا قول الله عز وجل. فالله عز وجل هنا يحكي كلام الناس، ثم استأنف، هو حوار بين الرب عز وجل وبين خليقته من البشرين. ألست بربكم؟ هذا كلام الله طبعا. قالوا بلى، هذا كلام الله حكاية، أي أنه يحكي كلام، يحكي كلام الإنسان وذريته. قالوا بلى شهدنا. ثم استأنف الحق سبحانه أن تقولوا، يعني أن تفيد التنبيه بمعنى النفي، أي إياكم أن تنكروا هذا وأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنتما شهدت وقريت وعقلوا، هذا معنى البسيط للكلام، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فهو يسكن قلوبكم. يسكن يعني هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد تسكن قلوبكم وفطركم. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة. قالوا بلى شهدنا، هذه الفطرة التي يولد بها الإنسان. وحينما يعاند هذه الحقيقة بالتأثيرات الخارجية من التربية السيئة على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الغفلة الشاردة عن باب الله التي هي حال أغلب الناس من المسلمين اليوم، فذلك لا يكون مع ذلك حجة له يوم القيامة. ما عندوش حجة يقول يا ربي أنا ربوني نصارى وطلعت نصراني، نعوذ بالله، ولا ربوني مغفلين طلعت مغفل. لا، حقيقة الإيمان كامنة في قلبك تأمرك في أن تبحث عن ربك لتعرفه. وكذلك كان الناس ممن أرادوا الحق وأرادوا الحقيقة بحثوا فوصلوا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو مسلمين غافلين، بحثوا عن ذلك النداء الذي ينطلق من وجدان الإنسان. كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة، فطرة الالتزام، فطرة الشهادة والإقرار. قالوا بلى شهدنا. ذلك من مقتضيات الأمانة. فعجيب فعلا أمرنا حينما نكون ندرك هذه الحقيقة من خلال كتاب ربنا الميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ كل شيء يسير في كتاب الله عز وجل لإيقاظ الإحساس لديك أيها العبد بالأمانة التي حملتها وحملتها وأقررت بها وشهدت على نفسك. كيف تقول لربك يوم القيامة حينما يجدك قد خلطت في عقيدتك أو خلطت في صلاتك أو خلطت في زكاتك؟ مع الأسف أدلي ما تجوني أسئلة كثيرة حول الزكاة، بنادم كيتشاطر مع ربي كثير كثير. هذا الإحساس يحزن كثير من الناس من إخواننا التجار، كيقلبوا وبعضهم يفعلوا ذلك، كيقلبوا أنه ديك السلعة اللي بارتلو يخرجها في الزكاة، الشيطان تعطيها لربي سبحانه وتعالى. هذا الأمر العجيب يدل على عدم الإحساس، عدم الإحساس بهذه الحقيقة الخطيرة في الدين، الأمانة. ذلك حق الله، ما عندكش الحق تكون وكيل عليه وتبدلوا له شراوط أو تبدلوا له طيسان، ما عندكش الحق. وإنما حق الله في التجارة النقد، فلوس، إما أن تعطيه الآن وإما أن تؤديه يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. حقائق الدين أمانات، والغفلة عنها والتلاعب بها وإنكارها خيانات، لأنه شكل طبيعي ضد الأمانة الخيانة، ما عندهاش معنى آخر في الأضداد. إما أن تكون أمينا وإما أن تكون خائنا، ويا للمصيبة حين تكون الخيانة متعلقة بخيانة الله ورسوله وتخون أماناتكم. إنما خيانة الأمانة أمانة الله عز وجل وأمانة رسوله، إنما خيانة ذلك معناه راجع أساسا إلى إضاعة حقوق الله مما نزل في التكاليف والتشريعات. هذا الأمور التي جعلها الله عز وجل مقيدة محمية بالأحكام التكليفية، الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، هي أمارات وعلامات تحمي حقوق الله عز وجل. ومن حقوق الله حقوق عباده، الحقوق كله لله،
لأن حتى حقوق العباد يعني في التفريع الفقهي تؤول إلى حقوق الله، تؤول إلى حقوق الله، لأن الله عز وجل أمرك أن تعطي لكل ذي حق حقه، فهذا الأمر أو بهذا الأمر صار حق الناس مما شرع في كتاب الله وسنة رسوله حقا لله. فعدم أدائك حق أخيك المسلم معناه أيضا أنك لم تؤدي حق الله. وإنما التفريق بين حق الله وحقوق العباد لدى الفقهاء تفريق تعليمي منهجي، أما المقاصد الشرعية فلا فرق في شرع الله ما دام أنه شرع بين حق الله وحق عبده، لأن الله إذا أعطى لي شخصين ما حقا فهو حق الله، كحقوق الفرائض والمواريث اللي لعب بها. صحيح أنه أضاع حقوق الناس، ولكن قبل ذلك أضاع حق الله في التشريع. الله أعطى حق أنت لعبت به، فقد أضعت حق الله في التشريع كونه شرع لنا من الدين ما شرع عز وجل. وقيس على ذلك كل أمور الزكوات والصدقات وكل العبادات حتى المباح الذي يعتقد بعض الناس أنه دائرة لا تشريع، هذا غلط. يقول المباح هو ذلك المكان لما فيه شيء تشريع، أبدا غير صحيح. وإنما الإباحة تشريع، هما كيفهموا التشريع يعني لما يقول لك افعل فهو أمر أو ندب، لا تفعل فهو كراهة أو تحريم، وحينما يخيرك بين الفعل والترك يقول لك ما دار شيء تشريع. بالعكس، دار تشريع. ما تشريعه؟ تشريعه أنه خيرك بين الفعل والترك. ما يدل عليه؟ يدل عليه أنه لا يجوز لك ولا لأي مسلم أن يحرمه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المباح فأراد أن يمنعه عن نفسه فأنكره الله عز وجل عليه وعاتبه فيه. فإنما المباح ما أباحه الله لا ما أبحته أنت ولا أنا. وكذلك لا يجوز لك أن توجبه على الناس، كما أنه ما عندكش الحق تحرمه ما عندك شيء الحق أيضا توجبه. فإذا صار المباح حقا من حقوق الله. وإنما خلق الإنسان ليحمل على كتفه وذمته حقوق الله كلها، وذلك مقتضى الأمانة. يقف عند الواجب وقوف وجوب، وعند المندوب وقوف ندبين، وعند المباح وقوف إباحة لا يزيد ولا ينقص، وعند المكروه وقوف كراهة، وعند المحرم وقوف تحريم. وهذه الأحكام الخمسة أخذت من كتاب الله وسنة رسول الله استقراء لم ينازع فيه أحد من العلماء عبر التاريخ. والاستقراء مفيد للقطع، ما عندكش فيه مجال للظن أو الشك. إذن تبين إذن أن الدرب باش تحمل الأمانة والعلامات العورة ديالها باش تهزها هي أحكام الله عز وجل تشريعية. هذه الأحكام إذا استجبت لها في عقيدتك وفي عباداتك وفي معاملاتك كل ذلك فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين سواه من خلقه على قدر وفائك تكون أمينا، وعلى قدر خرمك لذلك تكون عكس ذلك، نعوذ بالله من عكسه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.